السلام عليكم. سنتعلم في درس اليوم الأفعال الأكثر استعمالاً في اللغة الإنجليزية. سنبدأ من الأسهل إلى الأصعب، وسوف نصرف هذه الأفعال في زمنين. الزمن الأول هو present simple، المضارع البسيط، ثم سنصرفها في زمن past simple، الماضي البسيط. سنبدأ بأول فعل وهو verb to go. go يأتي بمعنى يذهب. إذا في زمن المضارع البسيط I go to work by bus. I go to work by bus. أنا أذهب إلى العمل بالحافلة. I go to work by bus. في زمن past simple أو الماضي البسيط She went. إذا كما تلاحظون الفعل go يتغير في الماضي يصبح went. She went to the grocery store yesterday. She went to the grocery store yesterday. هي ذهبت إلى محل أو متجر البقالة البارحة. Verb to know. Know تعني يعرف. إذا في زمن الحاضر She knows how to cook. She knows how to cook. هي تعرف. إذا كما تلاحظون هنا أضفنا S. في زمن present simple مضارع البسيط مع الضمائر he, she, it نضيف s في نهاية الفعل. إذن I know, you know, she knows نضيف s مع الضمير she. هي تعرف كيف تطبخ. How to cook كيف تطبخ. Past simple أو الماضي البسيط He knew. He knew. إذن كما تلاحظون تغير الفعل. Know أصبح knew. إذن كتبناه باستعمال حرف E. Knew. He knew how to fix the car. He knew how to fix the car. هو عرف في الماضي عرف كيف يصلح. How to fix the car السيارة. Verb to need الفعل يحتاج. My dog needs food every morning. My dog needs food every morning. My dog كلبي. إذن my تعني الخاص بي. كلبي needs يحتاج food الطعام every morning كل صباح. كما تلاحظون طبقنا قاعدة S. إذن أضفنا S في نهاية الفعل في زمن present simple المضارع البسيط. لماذا؟ لأن الفاعل مفرد. إذن عندما يكون الفاعل مفرد واحد نضيف S في نهاية الفعل. I needed to go to the doctor last week. I needed to go to the doctor last week. كما تلاحظون هنا الفعل بقي كما هو need وأضفنا في النهاية ed لكي نحوله إلى الماضي. هناك أفعال تتغير في الماضي مثل go يصبح went يتغير شكله، وهناك أفعال مثل need يكفي أن نضيف لها ed في الماضي. I needed أنا احتجت to go أن أذهب to the doctor إلى طبيبي last week الأسبوع الماضي. Verb to take. Take يعني يأخذ. Amina takes her coffee with sugar and cream. Amina takes her coffee with sugar and cream. Amina تأخذ. Amina takes. كما تلاحظون أضفنا S نهاية الفعل لأن الفاعل مفرد. Her coffee قهوتها. Her coffee with sugar مع سكر and cream والقشدة. الآن في زمن past simple الماضي البسيط They took. إذن كما تلاحظون الفعل take يتغير شكله في الماضي يصبح took. They took their kids to the zoo last weekend. They took their kids to the zoo.
to the zoo last weekend. They, هم, هما, هن. في هذه الجملة نقصد هما, الأب والأم. هما took أخذ their kids أطفال, their kids أطفالهم. To the zoo, إلى حديقة الحيوان. Last weekend, weekend هي نهاية الأسبوع. Last weekend, نهاية الأسبوع الماضية. Verb to give, الفعل يعطي. My neighbor gives us fresh vegetables from his garden. My neighbor, جاري. My neighbor, جاري, gives us, gives, يعطي, gives us, يعطينا, gives us fresh vegetables, fresh vegetables, خضرا طازجة أو طرية. From his garden, من حديقته. His garden, حديقته. الآن في زمن الماضي, زمن past simple. She gave her old toys to her younger cousin. She gave her old toys to her younger cousin. إذن كما تلاحظون في الماضي يتغير الفعل. Give يصبح gave. She gave, هي أعطت. Her old toys. إذن لاحظ معي, her toys تعني ألعابها. إذن toys ألعاب, her toys ألعابها. Old القديمة. To her younger cousin. To لي, إذن أعطت ألعابها القديمة لي. Her younger cousin. Her cousin تعني ابنة عمها. إذن cousin ابنة العم أو ابن العم, ذكر أو أنثى. Her ابنة عمها. Younger الأصغر سنا. She gave her old toys to her younger cousin. Verb to feel, الفعل يشعر. Feel. I feel tired after a long day. I feel tired after, tired after a long day. أنا أشعر, I feel tired, بالتعب. After a long day, after, بعد. A long day, يوم طويل. I feel tired after a long day. في زمن past simple, ماضي البسيط. إذن feel تصبح felt. She felt sick after the meal. She felt sick after the meal. She felt, هي أحست. Sick بالمرض. She felt sick, هي أحست بالمرض. After the meal, بعد الوجبة. شكرا جزيلا على المتابعة. Like إذا أعجبكم الفيديو, وألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله.